أهلا وسهلا بحضراتكم، هذه هي المحاضرة رقم 4 في مادة نظم المعلومات الإدارية واتخاذ القرارات لتمهيد ماجستير إدارة الأعمال. كانت المحاضرة السابقة عن فترة الاسترداد، هذه المحاضرة عن صافي القيمة الحالية. وزي ما كنا بنتكلم عن عيوب فترة الاسترداد، وكانت فيه ملاحظة كده مهمة أن صافي القيمة الحالية سوف تعالج عيوب فترة الاسترداد. تعالوا نشوف ثالثا طريقة صافي القيمة الحالية. بذكر حضراتكم إن في كل من هذه الطرق بنشوف التعرفها، وبنشوف بعد كده حسابها، وبعد الحساب بنشوف الاستخدام، وبعد كده نقيمها، وبعد كده ناخد حالة عملية. ما هو تعريف صافي القيمة الحالية؟ احنا عايزين نعرف. هنبدأ بالتعريف. صافي القيمة الحالية من غير ما نحفظ، احنا عايزين يعني نفهمها. صافي القيمة الحالية، لو انا قلت عايز اشوف صافي المبيعات يساوي كام، يبقى كده هاخد المبيعات واشيل منها مردودات المبيعات. لو انا عايز اشوف صافي المرتبات، يبقى هشوف المرتبات واشيل منها الاستقطاعات. علشان اجيب صافي القيمة الحالية، يبقى هاخد القيمة الحالية واشيل منها حاجة. انا عايز اجيب صافي القيمة الحالية، يعني بشوف القيمة الحالية للتدفقات النقدية واشيل منها تكلفة الاستثمار عشان تبقى بالصافي. هنا صافي القيمة الحالية هي التغير في القيمة الاقتصادية للمنشأة، سواء بالزيادة أو بالنقص. مفهوم قيمة المنشأة بيعكس معنى تراكمي لتغيرات القيمة عبر فترات متعددة. أما مفهوم صافي القيمة فيشير إلى التغير الحادث في قيمة المنشأة خلال فترة محددة. هو ده معنى صافي القيمة الحالية. هتحسب إزاي؟ هتحسب في ضوء المعنى. صافي القيمة الحالية بس يعني قبل ما نشوف المعادلة، لازم أقول إن زيادة قيمة المنشأة تعني تحقيق صافي قيمة حالية موجب، بينما نقص قيمة المنشأة يعني تحقيق صافي قيمة حالية سالبة. وإحنا طبعا هنختار البديل الذي يحقق أكبر صافي قيمة حالية موجبة. تعالوا بقى علشان نشوف الحساب. هتحسب إزاي؟ بنطرح تكلفة الاستثمار من القيمة الحالية للتدفقات النقدية. هرجع تاني أدي المثال بتاع صافي المبيعات. لما بقول إن صافي المبيعات هي المبيعات ناقص المردودات، أنا بشيل منها ما في عكس طبيعتها. يعني مردودات المبيعات هي المبيعات اللي رجعت تاني، يعني هي المبيعات السلبية، هي اللي بتنقص لي المبيعات. برضو هنا نفس الفكرة، أنا علشان أجيب صافي القيمة الحالية باخد القيمة الحالية للتدفقات النقدية. التدفقات النقدية يعني التدفقات النقدية الداخلة، وشيل منها ما في عكس طبيعتها تكلفة الاستثمار أو المدفوعات أو التدفقات النقدية الخارجة، علشان تبقى صافي القيمة الحالية تعبر عن
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة، فأنا بشيل منها التدفقات النقدية الخارجة. عشان أجيب القيمة الحالية لأي حاجة باخد الحاجة دي وبضربها في معامل القيمة الحالية. طيب يبقى كده علشان أجيب صافي القيمة الحالية عايز التدفق النقدي، وعايز معامل القيمة الحالية، وعايز تكلفة الاستثمار. أنا مطالب أحسب معامل القيمة الحالية. طب يحسب إزاي معامل القيمة الحالية؟ بيتحدد في ضوء كل من سعر الفايدة فيه وعمر المشروع اللي بنرمز ليه بالرمز نون. يبقى أنا عشان أحسب صافي القيمة الحالية عايز أعرف 4 حاجات: عايز أشوف التدفق النقدي، وأشوف سعر الفايدة، وأشوف عمر المشروع، وأشوف تكلفة الاستثمار. بنحسب معامل القيمة الحالية إزاي؟ بيختلف في حالة التدفقات النقدية المتساوية عن حالة التدفقات النقدية غير المتساوية. طبعا في الحالتين لازم أحسب معامل القيمة. نحسبه إزاي؟ إحنا ما زلنا في حساب صافي القيمة الحالية. معامل القيمة الحالية في حالة التدفقات غير المتساوية يساوي 1/1 ف أس ن. يعني لو أنا عندي ف وعندي ن أعرف أحسب معامل القيمة الحالية. طب في حالة التدفقات النقدية المتساوية معامل القيمة الحالية هنا يبقى 1 ناقص المعامل الأولاني، يعني 1 ناقص 1/1 ف أس ن، الكل على ف. أول معامل ده في حالة التدفقات غير المتساوية، وتاني معامل في حالة التدفقات المتساوية. يبقى إحنا كده إذا حاليا نقدر يعني نستكمل حساب صافي القيمة الحالية. شفنا المفهوم والحساب. تعالوا نشوف 3 حاجة: الاستخدام. طبعا بتستخدم صافي القيمة الحالية كمعيار لتقييم المقترحات الاستثمارية في ضوء الهدف المحوري للمنشأة، ألا وهو تعظيم قيمة المنشأة. وزي ما يعني سبق أوضحنا إن زيادة قيمة المنشأة تعني تحقيق صافي قيمة حالية موجبة، بينما نقص قيمة المنشأة يعني تحقيق صافي قيمة حالية سالبة. وفي ضوء يعني كل هذه الحقائق بنختار البديل الاستثماري الذي يحقق أكبر صافي قيمة حالية موجبة. تعالوا بعد التعريف والحساب والاستخدام نقيم صافي القيمة الحالية. إحنا في تقييم فترة الاسترداد كانت في نقطة مهمة في عيوب هذه الطريقة، قلنا إن صافي القيمة الحالية سوف تعالج. يبقى كده بتتميز هذه الطريقة بأنها تعالج عيوب فترة الاسترداد. يعني إيه؟ يعني تأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد، كما أنها تأخذ في الاعتبار القيمة الحالية للتدفقات النقدية. وعشان كده هي يعني طريقة مفضلة من جانب المدير المالي عندما يعني يتخذ قرار الاستثمار طويل الأجل. في عندنا ما هي عيوب هذه الطريقة، أو ما هيش عيوب، هي بعض المشكلات. المشكلة الأولى صعوبة حساب سعر الخصم المستخدم اللي هو فيه، بحيث إن هو يعكس درجة المخاطر. المشكلة الثانية هي عدم دلالة صافي القيمة الحالية كرقم مطلق في حالة تقييم مشروعات مختلفة الحجم. هذه المشكلة تعالجها طريقة مؤشر الربحية. يبقى احنا كده خدنا التعريف
والحساب والاستخدام والتقييم بيبقى لنا بعد العملية. تعالوا كده نشوف، لو أنا عندي المشروع الأولاني بيتكلف 50 مليون جنيه، وتكلفة الأموال اللي هي سعر الفايدة بتبلغ كام؟ 10%. المشروع التاني بيتكلف والتدفق النقدي المتوقع 18 مليون لمدة 4 سنوات. واضح إن هنا التدفقات النقدية تدفقات نقدية متساوية، طالما أي لمدة، يعني 18 في السنة الأولانية، 18 السنة الثانية، 18 السنة الثالثة، 18 السنة الرابعة. أما المشروع الثاني كان الأولاني 50، الثاني كان 60 مليون جنيه، وتكلفة الأموال كانت في الأولاني ب10، في الثاني 9%. التدفق النقدي هنا 20 لمدة كام سنة؟ لمدة 4 سنوات، كما هو الحال في المشروع الأولاني. أي المشروعين تختار؟ طبعا بختار في ضوء صافي القيمة الحالية، وهختار اللي بيحقق أكبر صافي قيمة حالية موجبة. يبقى نحسب صافي القيمة الحالية بتاعة المشروع الأولاني. هاخد التدفق النقدي في معامل القيمة الحالية بسعر فايدة 10% لمدة 4 سنوات، وبعد كده هطرح تكلفة الاستثمار. لو أنا حسبت معامل القيمة الحالية حسب المعادلة اللي هي 1 ناقص 1 على 1 زائد ف أس ن، الكل على ف، هيطلع ليا 3 وبعد العلامة 1 6 9 9. لو أنا عملت حساباتي صح هيطلع 7 وبعد العلامة 0 5 8 مليون جنيه. لو عملت نفس الحسابات للمشروع الثاني، بس هنا طبعا بدل ما كان التدفق النقدي 18 هيبقى كام؟ ها، 20. هنا طبعا بيختلف معامل القيمة الحالية، مش لاختلاف عدد السنوات، لاختلاف سعر الفايدة. لو أنا عملت الحسابات كده هتطلع 4 وبعد العلامة 7 9 4 مليون جنيه. يبقى في ضوء هذه الحسابات هنختار المشروع الأولاني لأنه يحقق أكبر صافي قيمة حالية مما يعزز القيمة الاقتصادية للمنشأة. يبقى احنا كده شفنا كيف نتخذ قرار الاستثمار طويل الأجل. في المحاضرة الثالثة باستخدام فترة الاسترداد، وفي المحاضرة الرابعة صافي القيمة الحالية، هنستكمل الطرق الأخرى في المحاضرات التالية إن شاء الله.